شكرا سيد رئيس. سيد وزير، واقع مستخدمي هذه الشركات سواء عمال النظافة أو الحراسة أو مطاعم مدرسية لا علاقة له بدفاتر التحملات الموقعة مع وزارتكم. صحيح أن هناك مجهودات والإشكال في التنزيل، في المراقبة، في تفعيل دور مفتشات الشغل. هذه الفئة السيد الوزير ما كاين عندها عقول عمل مضبوطة مع هذه الشركات، ما كاين عندها تغطية صحية، كاين حالات اجتماعية اللي عندها إشكالات وعندها أمراض مزمنة مكلفة، ملي كتمشي دير الرميد كيترفض ليها بدعوى أن عندها تغطية صحية، وأي تغطية صحية كنطرحوها. الأمر سيد الوزير هو التأخر الكبير في دفع مستحقات. نعطيك نموذج من إقليم فحصنجرة، وصل التأخر إلى من 7 أشهر 9 أشهر إلى 11 شهر في جميع الجماعات، خميس أنجرة، جوامعة، ملوسة، قصر الصغير، قصر المجاز وتغرمت. سيد الوزير، من هذا المنبر كنحيي جميع المناضلات. السيدة النائبة